فالحقيقه الفيوتشر اوف كمبيوتر كنترول، ناس بتتكلم على الكمبيوتر كنترول المفروض يتعامل بشكل يبقى كومبليتلي، يعني في داخل فيه بشكل كبير قوي الارتفيشال انتليجنس اي اي. الحقيقه بيبقى في عندنا تو ليفلز اوف كنترول، بيبقى في عندنا بيسك تاكتيكال كنترول على الانديفيديوال بريث، يعني بيسكلي الكنترول لوبس اللي كنا بنتكلم عليها دي، بنتكلم على ازاي ان احنا نخلي البارامترز بتاعت المريض تبقى بالشكل اللي احنا عايزينه، سواء الفلو سواء البريشر سواء الفوليوم. ده بنسميه تاكتيكال على اساس ان هو الليفل بتاعه بيبقى لو ليفل شويه، بيبقى يعني بنتكلم على حاجه بتبقى كل بريث. وفي الوقت نفسه بيبقى في عندنا حاجه اسمها استراتيجيك ليفل او لونج تيرم كنترول، بيبقى بيزكلي بيبقى بيزد على اوبتمايزيشن مودلز. بيبقى في عندي ماتيماتيكال مودلز موجوده للبارامترز بتاعتي، وفي عندي اكسبرت رولز جايه من الخبرات المتراكمه من الاستعمال بتاع الفنتليتور، وبتحدد لي بعد كده ازاي ان انا على اللونج تيرم العلاج باستعمال الفنتليتور ده يكون افكت. طبعا هنا زي ما احنا شايفين مفيش الاوبريتور مش داخل معانا، بيبقى بيسكلي بنتكلم على ان الجهاز بيبتدي اكيوميليت الخبرات، سواء الخبرات الايجابيه او السلبيه، ويبتدي بعد كده يحطها في مودلز بحيث ان المودلز دي تحكم الاوبريشن بتاع الجهاز. مش بس كده كمان، مش بس الاكسبرت رولز دي بتبقى موجوده وثابته، لا ده ممكن يبقى في عندي يعني جاي لي من مثلا في عندي ريبوزيتوري او عندي مثلا داتابيز معينه، الداتابيز المعينه دي ممكن ان هي تبقى فيها شويه انتليجنس، يبقى في عندي هنا انتليجنس سيركت، والانتليجنس سيركت دي بتاخد القواعد اللي لها علاقه بالبيشنت اللي انا بتعامل معاه، وتقدر تغير الاكسبرت رولز دي كمان. يعني معنى كده الجزء بتاع الاستراتيجيك كنترول حتى بنقدر ان احنا يعني بيسكلي نقدر نغيره بيزد على خبرات متراكمه سابقا. وطبعا الحاجات الحاليه اللي انا بتحصل عندي حاليا في البيشنت الحالي بتروح برضو بتاكيميليت في الداتا بيز بحيث ان هي تزود خبرات السيستم عموما. فبنتكلم على الانتليجنس او الارتفيشال انتليجنس بيستعمل عشان يحدد البيشنت كونديشن، وبيديسايد البيست ريسبونس، يعني الجهاز المفروض يشتغل ازاي بيز على الداتا بيز اللي فيها بوث هيومن اكسبرت رولز، قواعد جايه من خبراء، واكشوال بيشنت ريسبونسز تو فيريس فنتليتور ستراتيجيز. يعني بمعنى ان احنا بيبقى في عندنا مش بس الحاجات اللي ريكومندد من الخبراء، بيبقى عندي كمان هيستوري للحاجات اللي حصلت لبيشنتس عموما، يعني ريسبونسز لبيشنتس نتيجه للقواعد دي. يعني بمعنى ببقى عارف ان انا مثلا لو عملت الحاجه الفلانيه، لو زودت مثلا الفراكشن انسباير او 2 ده ممكن يعني عند بيشنت بيعمل كذا، فبالتالي بيبقى الداتا بيس فيها الحاجتين دول، وبقدر عن طريق ان انا باكيميليت في الداتا بيس دي الخبرات اللي موجوده بقدر ان انا احدد احسن استراتيجي امشي بيها. والحقيقه في الحاله دي فنتليتور not only learns from interaction with the current patient، يعني مش بس اللوب دي هو بيكونترول بشكل افكتيف، يعني ما بيبقاش عندنا فيدباك اللي هو الايرور اللي احنا كنا بنشوفه في الكلاسيكال كنترول سيستم، هو ده اللي بيعلمني اذا كان في اختلاف موجود او اذا كان في حاجه ممكن تتحسن، لا بيبقى في عندي اكشوالي يعني مش بس الانتراكشن ده بيفيدني، لا بيبقى في عندي بعد كده الانتراكشن دي ممكن ان انا كمان اضيفها للداتا بيز الموجوده دي بحيث انها تفيد ناس ثانيين. وفي الوقت نفسه لو احنا عملنا كمان نتورك اوف فنتليترز، بيبقى بنتكلم ان احنا في الحاله دي بيبقى في عندنا ليرنينج سيستم اكشوالي، ممكن نزود الليرنينج كاباسيتي بتاعته بشكل اكشوالي، ممكن يقولوا ان هو يوصل ان هو يكون اكسبوننشال. اكسبوننشال معناه ان هو بيزيد بشكل سوبر لينير، يعني بيبقى اكتر شويه من ان هو يعني مش مثلا لو عندي ثلاثه فنتليترز يبقى عندي ثلاث اضعاف المعلومات، لا ممكن يبقى اكتر من كده. فبالتالي بنتكلم على لو احنا عملنا سيستم بالشكل ده كده، بيبقى في عندي الفنتليتور is an intelligent device linked مع other intelligent devices، بيبقى الحقيقه الاوتكم بتاعي ممكن يبقى much more improved عن لما يكون عندي single ventilator بيشتغل بطريقه منفرده. الحقيقه الكلام ده الناس بتتكلم عليه، والحقيقه الناس ابتدت تشتغل فيه فعليا، ابتدى يبقى فيه دلوقتي عندنا فيه intelligent controls بقت موجوده. لسه الجزء اللي له علاقه بان يبقى في عندي database ويبقى في عندي networking للventilators كلهم يتعلموا من بعض، الحاجات دي كلها لسه الحقيقه فيها شغل كتير، بس الحقيقه ده يعتبر الفيوتشر بتاع الميكانيكال فنتليشن. الحقيقه الكلام ده مش بس موجود في الميكانيكال فنتليتورز، ابتدت الناس تتكلم عليه في اذر ديفايسز، كل الديفايسز الميكانيكال ديفايسز ممكن تبقى برضه يبقى لها موديل بالشكل ده كده، بحيث ان هو نستعمل فيه الارتفيشال انتليجنس عشان نحسن الاوتكمز بتاعت البيشنت.